ان ما يقارب سنه كامله نتظاهر. المطلب والهدف الرئيسي من التظاهرات هو درجات الحذف والاستحذاف. جاي نطالب بدرجات التعيين. اليوم تعرف الدولار وصل عندنا ما يقارب 118 البرميل النفط قاعد يزيد عندنا. زين هذا الفائض اللي موجود عندنا وين يروح؟ لا احنا متعينين، لا العقود ثابتين، الى متى نبقى؟ احنا مصممين ومستمرين للمظاهرات والى الابد نبقى. والان المتجهين راح نتجه الى محافظه ميسان. نحن الخريجين التربويين والاداريين مثل ما ذكرت طبعا لمده عام كامل على تظاهراتنا واستمراراتنا، سواء تظاهراتنا امام مديريه تربيه ميسان، لكن بتعاون مدير التربيه مع الخريجين والسير بمطالبهم وتقديم اكثر من طلب الى وزاره التربيه، واخرها بيان الحاجه الفعليه لمدير تربيه ميسان. فصار توجهنا من بعد مدير التربيه الى مبنى محافظه ميسان. اليوم مطلبنا مع المحافظ هو اللقاء بالمحافظ وتحديد موعد مع رئيس الوزراء لكي نطرح مطالبنا مباشره الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ممكن ما تلاحظون متظاهرات خريجين تربويين صارنا على مدى 7 أشهر الى 8 احنا نطالب. احنا خريجين مو هل نشوف بعينك انه تارسين الشوارع مفترشين الرصيف دون مطالب، دون تحقيق اي شيء، دون الحكومه المحليه ما تنظرنا بعين الاعتبار. المحافظ واجهنا اكثر من مره، لاقينا رفض 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 رفض، ملينا لا هاي النتيجه وصلنا.